بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. أعزائي الطلبة، نحاول أن نستغل هذه الأزمة من خلال تفعيل هذا الجانب الأكاديمي المهم من خلال المادة من مواد الجغرافيا، مادة تحليل الخريطة الطبوغرافية. مادة تحليل الخريطة الطبوغرافية لا أحتاج أن أذكر أعزائي الطلبة بأنها هي الخطوة الثانية التي تنبني على الخطوة الأولى التي لا بد من ضبطها وتحصيلها، وهي قراءة الخريطة الطبوغرافية. وهنا تلتقي مادة الخريطة أو التعبير الخرائطي يلتقي بمختلف التعابير الأخرى للنصوص مختلفة، كالنصوص الأدبية والنصوص الفلسفية والنصوص التاريخية إلى غير ذلك. فمن لم يضبط القراءة، قراءة أي شيء، فلا يمكن أن نتحدث عن التحليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أود أن أذكر بها في هذا التقديم، وهي أن تحليل الخريطة الطبوغرافية أو مضمون الخريطة الطبوغرافية يتطلب من طالب الجغرافية الإحاطة والاهتمام بجميع مواد الجغرافية. لماذا؟ لأمر بسيط، وهو أن الخريطة الطبوغرافية كما ترون هنا، نأخذ هذا النموذج بالخريطة الطبوغرافية ديال فاس غرب، فهي مجال واقعي حقيقي يشمل كل المعطيات الجغرافية، بمعنى أن في هذا المجال تتمثل معطيات طبيعية، بمعنى هنا مادة جيومورفولوجيا من تضاريس، وحدات تضاريسية، أيضا تتمثل هنا المناخ، يتمثل أيضا التربة، وكل هذه عبارة عن مواد يدرسها طلبة الجغرافية. أيضا تتمثل في الخريطة الطبوغرافية الموارد المائية، فهذا في الجانب الطبيعي. بالنسبة للجانب البشري، أيضا الخريطة الطبوغرافية تعبر عن السكن بمختلف تجمعاته، وأيضا تعبر عن السكان و كثافاتهم إلى غير ذلك. فلذلك فتحليل الخريطة الطبوغرافية مهم للغاية. بالنسبة للفقرات التي سنتناول من خلالها في هذا الدرس الأول التحليل، سنبدأ بالتحليل البشري ثم نثني بالتحليل الاقتصادي، علما بأن التحليل التضاريسي غالبا ما يتعرض له الطلبة في الفصل الأول من خلال دراسة الوحدات التضاريسية. فبالنسبة للتحليل البشري للخريطة الطبوغرافية، سنركز فيه على نقطتين رئيسيتين. أولا، النقطة الأولى سكان الأرياف، سكان الخريطة الطبوغرافية. لعلكم تلاحظون أنني ذكرت سكان الأرياف. لماذا؟ خرجت في الحقيقة الكلمة ولكنها لها مدلول. لماذا؟ لأن بكل بساطة الخريطة الطبوغرافية كما تلاحظون هنا عندنا فاس غرب، فاس غرب لا يمثل الجانب الحضري من هذه الخريطة إلا هذا الجزء، هذا الجزء البسيط. ولذلك فحينما تقول الإحصائيات بأن الخريطة الطبوغرافية تشمل أكثر من 90% من معلوماتها حول الأرياف، هذا صحيح، وحتى الإحصائيات تقول ذلك، تقول بأن المجال الريفي المغربي يمثل 90 أو أكثر من 90% من المجال الوطني. فلذلك فأغلب المجال هو في الواقع مجال ريفي باستثناء هذا الحيز الذي هو يمثل المجال الحضري. فبالنسبة لسكان الأرياف في الخريطة الطبوغرافية، كيف يتم تمثيلهم؟ سنتناول ذلك من خلال معرفة التجمعات البشرية، إلا أنه بيداغوجيا أطلب من أعزاء الطلبة أن يتتبعوا ما يلي، وإن حينما أطرح سؤالا أرشدهم إلى إيقاف الدرس حتى يبحثوا هم بأنفسهم على الإجابة على السؤال، لأن الوقت هنا لا يسعفنا، بأنه كما نتدارس هذه المادة التطبيقية كما تعلمون، يكون لكل طالب خريطة أمامه، ثم يطرح السؤال فيبدأ الطلبة يبحثون. فهذا الأمر الآن ليس متأتى، ولكن نحاول أن نتكيف مع هذه الظروف كما يلي.
فلذلك السؤال الأول الذي نعالج فيه سكن أو سكان الخريطة الطبوغرافية من خلال السؤال التالي: استخرج من الخريطة الطبوغرافية فاس غرب، استخرج أسمك الحروف الموجودة في الخريطة الطبوغرافية. إذا الآن يتم إيقاف قبل من نشوفوا الجواب. فلذلك بسهولة غادي نلقاو بأن أسمك الحروف في الخريطة الطبوغرافية، نحاول نشوفوا من الشمال إلى الجنوب، عندنا الكارتوغرافيين عملوا على مباينة ما بين المسميات والتسميات المحلية حسب الأحجام، هناك مجموعة من الأحجام في، فهنا عندنا في الشمال تتبين لنا بأنه هناك مجموعة من المسميات لها أحجام مختلفة، مثلا هذا الحجم أكبر من هذا الحجم، لكن أيضا إلى أن نأتي إلى حروف فرضت نفسها هنا، لاحظوا هذه الحروف L E إلى تنتهي هنا في هذه الكلمة، هذه فهي تعني كلمة، إلى جمعنا كلمة لمطة، لمطة. أيضا عندنا إذا مشينا مع هذا الشرط وهو أننا أسمك الحروف في الخريطة الطبوغرافية، سنجد أيضا لاحظوا هذه تسمية H O إلى آخره حمين، فماذا تمثل هذه التسميات بهذه الحروف، ولماذا كانت حروفا بهذا الشكل بهذا الحجم؟ بكل بساطة هذا هو ما يشكل في الخريطة الطبوغرافية الإشارة إلى التجمعات البشرية تسمى القبائل، هذه تشكيلة تسمى القبائل. وأرصد الطلبة أيضا إلى باش نغتنموا الوقت إلى كتابة تعريف القبيلة تعريفا علميا من كتاب المقرر المعروف عند الجميع، وتقريبا هو المقرر في الجامعة المغربية، كتاب قراءة وتحليل الخريطة الطبوغرافية للأساتذة بريان والعوينة وبن حليمة، فهذا الكتاب مهم جدا ومرجع مهم لهذه المادة. إذا لدينا في حالة ما إذا تتبعنا باقي الخريطة فسوف لن نجد أسمك من هذين التسميتين، إذا عندنا لمطة وعندنا حمين، وهنا سنجد أنفسنا أن الخريطة الطبوغرافية إضافة إلى أنها تتمثل فيها كل المواد الجغرافية، فأيضا يمكن أن نقول بأن طالب الدارس للخريطة يحتاج إلى مواد خارج الجغرافية مثل التاريخ، قد يحتاج إلى علم اجتماع، قد يحتاج إلى مواد أخرى. فلمطة معروفة من القبائل التي مرت بالمغرب، إطلالة بسيطة سيتعرف الطالب على لمطة من فترة تاريخية، وكذلك حمين. إذن السؤال الثاني استخرج من الخريطة الطبوغرافية الأسماك الأقل سمكا من السمك الأول اللي هي تمثل القبائل. بالطبع نقوم بعملية تحري، بعملية بحث بسيطة جدا من الشمال إلى الجنوب، غادي نلقاو بأنه عندنا أيضا بعض المسميات التي هي بخط سميك. لاحظوا عندنا مثلا هنا هذه التسمية من هنا بدأت بخط سميك لكن لا يصل إلى سمك الأسماء الأولى. هنا عندنا تلقوا أولاد جامع هنا، لاحظوا أولاد جامع، وأيضا هنا أولاد جامع، معناه أن حسب الإحداثيات الكارتوغرافية التي تبين بالكيلومترات يظهر بأنه أولاد جامع من انطلاقا من خط الطول 520 إلى تقريبا خط الطول هنا أولاد جامع إلى 530، معناه أنه 10 كيلومترات كلها امتداد ديال هذا التجمع البشري أولاد جامع. أيضا بنفس الخط تاع أولاد جامع سنبحث في الخريطة، سنجد نحاول أن نبحث فنجد مثلا هنا
تسمية تقريبا بنفس الحجم ديال ولاد جامع، وداية وداية وداية. فماذا تمثل هذه التسميات؟ ولماذا لم تكتب بنفس الحجم، نفس حجم خريطة، نفس حجم القبائل؟ هذا تعبير كارتوغرافي يقول بأن هذه التجمعات البشرية مشكلة للقبيلة أو ما يسمى بالفخدة. إذن رجعوا الطلبة نفس المقرر ويكتبوا الفخدة تعريف علمي، تعريف أكاديمي في نفس الكتاب. بمعنى الآن نقول بأن الفخدة هي مكون من مكونات القبيلة. ثم تلاحظون أن هذه التسمية بالنسبة لأولاد جامع، ثم عندنا وداية، وهناك رجعوا بأن وداية أيضا مصطلح معروف في التاريخ ديال المغرب، لكن التي مهم نركز عليه وهي أولاد جامع. معنى أولاد جامع، كلمة أولاد هذا التعبير يشير ويؤكد على أن المنطقة ناطقة بالعربية. لماذا؟ لأن كلمة أولاد هذا تعبير على المنطقة كلمة عربية، بينما في المناطق الناطقة بالأمازيغية في محل الولاد للقوم، هذه القوم نجد أيت، مثلا أيت جامع، وقد نجد في مناطق أخرى نايت، نايت جامع مثلا، وفي بعض المناطق المغربية نجد أيضا إيد. هذا التعبير إيد هو يعبر عن أيت أو نايت أو أولاد حسب المناطق المغربية. بنفس السؤال مرحلة الثالثة، نبحث أو استخرج من الخريطة حروفا أقل سمكا من أولاد جامع وأوداية. سنجد بالبحث، وهذه كما سبقني قلت لكم أنكم الآن تحاولوا تبحثوا قبل ما نذكروا حنا تسميتوا، سنجد نبدأ دائما نحاول ندير واحد التنظيم باش ننظموا الخريطة. سنجد بأن أولاد ميمون، لاحظوا هنا أولاد ميمون، أولاد ميمون حسب التركيز، إذا كان في تركيز في البصر إذا تيبان لكم بأن أولاد ميمون بنفس خط أولاد جامع مع ميتو، فيظهر بأنه في الواقع كاين فرق. أنت أولاد جامع، شوف حروف هنا أولاد جامع حروف أسمك من أولاد ميمون، بمعنى أولاد ميمون ليست لا تمثل هذا التجمع البشري، لا يمثل نفس ما يمثل أولاد جامع. قلنا أولاد جامع فخضة هي والوداية، فماذا تمثل أولاد ميمون؟ أولاد ميمون هي أيضا ممتدة، إذا بدنا نشوفها بالكيلومترات، ممتدة من خط طول 528 إلى 531، بمعنى أنها واحد 3 كيلومتر. هذا التمثيل ديال أولاد ميمون. وأيضا يمكن لنا بنفس الترتيب شوفوا هل من تسميات أخرى بنفس هذا الحجم، بنفس الحجم ديال أولاد ميمون. إذا بحثنا وحاولوا تبحثوا في هذه الخريطة، سنجد أن هذا الحجم نجده هنا في الجنوب الخريطة، هنا نفس الحجم ديال أولاد ميمون، هنا غمرة. فماذا تمثل الآن هذه التسميات؟ الأولى قبائل والثانية فخضات، هذه المستوى الثالث تسمى عظم أو عظام. وأيضا أرشد الطلبة لكتابة التعريف العلمي في النفس من نفس المرجع. لذلك الآن يمكن أن نقول بأن فيما يخص الإشارة للتجمعات البشرية كسكان فهم ينضوون في الخريطة الطبوغرافية المغربية، ينضوون على شكل تجمعات نسبية وتجمعات قرابة، تجمعات قرابة بمعنى أنها إما قبائل وهو التكتل الكبير، وإما فخضات، وإما عظام. وهذا راجع إلى مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والدينية التي جعلت المجتمع المغربي يتشكل بهذا الشكل. السؤال، هل كل الآن ممكن نقول هل كل الخريطة الطبوغرافية كلها عبارة عن تكتلات ذات قرابة، بمعنى أنها كل ما يستقر في المجال الريفي المغربي كله عبارة عن قبائل وفخضات
وعظام. تقريبا هذا بشكل كبير تمثل هذه التجمعات البشرية، لكن هنا ننتقل إلى ظرف آخر فرض تحت مجموعة من العوامل، وهي التجمعات البشرية المختلطة. لدينا في الخريطة أيضا تشير وتعبر عن مجموعة من التجمعات البشرية المختلطة، معناها مختلطة لظروف بعد الاستعمار، ثم لتغيير مجموعة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المغاربة، بدأت تتحرك القبائل خارج إطارها المحدود أو المنغلق، وبدأت تتشكل بعض التجمعات تحت ظروف أخرى غير نسبية، لا تنحصر في معيار النسب. هنا يستخرج مثل هذه التجمعات البشرية التي هي من علامتها أنها لا تمتد بشكل كبير كما تمتد القبائل والفخذات والعظام، وإنما تكون عبارة عن مراكز قد تصل إلى مركز قروي، أو تكون تجمعات بشرية كبيرة، وغالبا ما يتم الإشارة إليها في نقطة معينة. فهنا حاول أن تستخرج مثل هذه التجمعات التي هي قد لا تنتمي إلى هذا التكتل القبلي أو فخضاء أو عظام. من خلال البحث سنرى بأن مثل ذلك سنجده أيضا في الخريطة الطبوغرافية، فعلا أنها تعبر في بعض تجمعاتها على تجمعات بشرية ليس بالضرورة قبلية. وهنا مثال هنا هذا تجمع بشري مولى يعقوب، وهنا أيضا تجمع بشري في جنوب تجمع بن سودة. إلى أنه قبل أن نتناول هذه التجمعات البشرية المختلطة، أود أن أشير إلى تاريخية الخريطة، لأنه قد يلاحظ مثلا الملاحظ بأن مولى يعقوب الآن هو مصنف ليس في المجال الريفي، وإنما هو مصنف في التراتبية أعلى من التراتبية في صفوف المدن، وكذلك بن سودة هو من الآن من الأحياء الكبرى في المنطقة. لكن هذا لا يهم، الذي يهم هو أن يكتسب الطالب طريقة للتحليل، لأن الخريطة كما هي مبين هنا في الأسفل هي خريطة 1982، بل أن معلوماتها كانت قبل ذلك، لاحظوا معلومات في 1972، معناها نحن بصدد كذا 40 سنة. ولكن هذا لا يهم، الذي يهم هو أن الطالب يمتلك المفتاح الذي على أساسه يحلل الخريطة. فلذلك نرجع لطرح سؤال: إذا كانت هذه التجمعات الأولى التي ذكرناها انبنت على الانتماء القبلي وتحت ظروف كما قلنا اجتماعية، فما الذي جعل هنا هذه التجمعات تتكون بهذا الشكل؟ عندنا هنا مولى يعقوب، وعندنا في الجنوب بن سودة. سنلاحظ بأن مولى يعقوب الآن لا يمكن أن نقول بأنه تطغى فيه قبيلة دون قبيلة، أو هنا هذا بن سودة في الجنوب. لماذا؟ لأن العامل الذي شكل هذا التجمع البشري ليس عامل سوسيولوجي، ليس عامل قبلي أو اجتماعي، وإنما سيكون عاملا اقتصاديا. ربما بالنسبة للمغاربة مشهور عندهم أنه مولى يعقوب الآن، مولى يعقوب رواده من السياح أو ممن ربما لهم علاقة خاصة مع المنطقة باعتبار أنها فيها ماء معين، وأكثرية المغاربة لا يميزون بأنه ماء كبريتي إلى غير ذلك وماء معدني، وإنما قد يرتبطون بعلاقات سوسيوثقافية مع هذا الماء وبالضبط مع مولى يعقوب، بمعنى أن المسألة مسألة استشفائية بامتياز، والذي جعلها استشفائية ليست العين المعدنية، وإنما إما بركة هذا الصالح الذي حل هنا. ولاحظوا بجواره جبل للا شفيا، بمعنى أن الخريطة هي أيضا تعبر عن مستوى سوسيوثقافي للشعوب
فهو هذا مستوى ثقافي للشعب المغربي في فترة من الفترات. على كل حال هو هذه العوامل جعلت الآن من هذا التجمع البشري تجمعا يتكتل لا على أساس قبلي وإنما على أساس اقتصادي. الآن مداخيل هذا التجمع البشري إما يلقينا سياحة استشفائية أو ربما حتى سياحة سياحة نزهة، ثم بدأت تستقطب هذا التجمع، بدأ يستقطب السكان، ثم بدأت فيه المرافق الاجتماعية من تعليم من صحة إلى غير ذلك، فشكل لنا تجمعا بشريا مختلطا. كذلك بالنسبة لي التجمع البشري في الجنوب، لاحظوا هذا التجمع بن سودة تجمع بشري، ما هو العامل الذي في نظركم قد يؤدي إلى هذا التجمع؟ هل هو نفس العامل السابق بالنسبة للانتماء القبلي؟ سنرى بأنه ليس كذلك. هل هو نفس العامل الذي أدى إلى تجمع البشري لملي عقوب؟ فكلمة بن سودة، كلمة بن سودة تشير إلى اسم شهور من الأسر المغربية التي لها وقع اقتصادي أو وقع سوسي اقتصادي معين، وتمكنت خاصة إلى بنا نشوفوا هنا هذا السهم، السهم وتنوجدوا فيه في منطقة مهمة منه بلاد بن سودة، بلاد بن سودة بمعنى أننا نحن بصدد أسرة مالكة، أسرة تملك الأرض، أسرة فلاحية، ما علاقتها بهذا التجمع البشري؟ هنا يتذكر الطلبة أن مادة الخريطة الطبوغرافية هي في الواقع تطبيق كما سبق أن قلت لمجموعة من المواد، وهنا يشار في جغرافية الأرياف أن من المستجدات التي استجدت بعد الاستعمار تشكيل ضيعات عصرية، ضيعات عصرية كبيرة، لاحظوا ضيعات عصرية كبيرة، إما تستقر اليد العاملة داخل هذه الضيعات، ولما كانت هذا الاستقرار داخل الضيعات يطرح مشاكل قانونية بين المشغل والمشغال، فارتأت هذه الملاكين الكبار ارتأوا بأن يكونوا ذلك بجوار الضيعة، فتشكلت عبر التراب الوطني تشكلت مجموعة من التجمعات البشرية التي هي في الواقع تمثل خزانا لليد العاملة داخل هذه الضيعة. وهذا يمكن أن تجدوه في سواء في خريطة فاس أو في خريطة مراكش أو في غيره من الخرائط، تجمعات بشرية تشكلت بجوار هذه الضيعة. فنقول بأن الآن بالنسبة للسكان هم إما سكان ينضوون في تجمعات قبلية، وإما سكان مختلطون تحت ظروف اقتصادية، لأنه هذا الظرف سواء لهذا التجمع أو لهذا التجمع فرضته ظروف اقتصادية جعلت تخلي عن الانغلاق القبلي واستبدل بمصالح مشتركة التي أصبحت مطروحة ومهمة في الأونة الأخيرة. بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى التي عالجنا فيها التجمعات البشرية، سواء التي هي منضوية في إطار قبلي أو التي فرضت عليها الاختلاط تحت العوامل التي سبق أن أشرنا إليها وأغلبها سوسيو اقتصادي. سننتهي في هذا الدرس هنا، لأن نلتقي في الدرس المقبل مع الفقرة الثانية التي سنتناول فيها الكثافة السكانية في الخريطة الطبوغرافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.